شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان في أعمال الاجتماع السادس للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي برئاسة وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة السيدة حصة بنت عيسى بوحميد رئيسة الدورة الحالية للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس. تم خلال الاجتماع بحث تأثيرات جائحة كورونا على الاستقرار الأسري ووضع الفئة ذات الدخل المتدني في المجتمعات الخليجية واستعراض كافة الجهود التي قامت بها دول المجلس للحد من آثار الجائحة على مواطني دول المجلس في المجال الاجتماعي إلى جانب الجهود التطوعية التي بذلتها منظمات المجتمع المدني لدعم الحكومات في هذا الإطار. ألقى سعادة الوزير حميدان في الاجتماع كلمة استعرض فيها كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال حماية الفرد والأسرة في ظل جائحة كورونا مؤكدا أن الحزمة المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة الموقرة لمواجهة هذه الجائحة استفاد منها أصحاب المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الأسر المنتجة، مشيرا في السياق ذاته إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بمضاعفة المبالغ الموجهة للمساعدات الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك بما في ذلك الأشخاص ذوي العزيمة، موضحا أن هذه القرارات وغيرها من البرامج الدعم ساهمت في حفظ الأمن الاقتصادي للأسر وضمان استقرارها.